السلام عليكم أخوان. بالنسبة لهاي فقاسة بناء على طلب أحد الأخوة، قال صورها مقطع فيديو واشرح عليها. هاي طبعا مكونة من كرتون مال بيض، وهذا جهاز مال خافض تنزل الحرارة وتصعد يفصل من كيف، وهذا بلك سويتشين على مود المروحة، وهذا اذا تريد تصعد الجلوب وتنصيه من هنا، تصعد الحراره وتنصيه. هاي اذا كان هذا الجهاز ما عندك، اذا ما هذا تتحكم بالحراره من هنا، صعد وينزل. اذني اغطي على مود الهواء، اسوي له فتحات ابغى مال بيبسي، امن اربع فتحات سويت له، هاي اربع فتحات، هذا باب تفتح والست من جا. شوف هسه فصل، صعدت الحرارة وفصل. هذا الداخل مالته، هاي مروحة من الداخل، وهاي سلة تخلي بيها البيض، هذا الحساسات، وهذه دولكة صراحية تخلي بيها اسفنجة ومي، تخلي بيها هسه اشتغل، نزلت الحرارة اشتغل الجلوب 100 واط. هاي السدة، هذا محرار رطوبة وحرارة، هاي محولة على مود المروحة 12 واط. هاي ليش المروحة ما تبيت زين، هذا القلوب تصميمه بسيط، حيل بسيط. هاي الجامة تتحرك اذا تريد تسحبها تفتحها من فوق، هاي محولة على مدة 12 فولت، محولة عادية ترى، اي محولة 12 فولت على مدة المروحة داخلية على مدة دور الهواء، ما يصير احتباس حراري. قرارة بسيطة متوفرة بالسوق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.